يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك نوع من أنواع الردة يطلق عليه الردة بالترك؟ نعم، من ترك الصلاة فقد كفر كما في الأحاديث. الترك يكون ردة، إذا ترك الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، إذا تركها فإنه يكفر. إذا ترك الحج فحج الفريضة وهو يقدر على ذلك، فمن كفر فإن الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.